قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة. ويأتي هذا التصريح قبل مؤتمر للمانحين بقيادة الاتحاد الأوروبي عن الحرب المستمرة منذ 13 عاما في سوريا. وقال الصفدي للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل إن المملكة سترسل رسالة واضحة جدا باعتبارها دولة مضيفة للاجئين، مفادها أن الحكومة الأردنية تشعر بأنه قد تم التخلي عن اللاجئين وعن الدول المضيفة.